بس أنا خايف يهكرون جوالك. أنا قلبي مو مطمن. أوعدك إني أكون عند ظنك وما راح أكشف التفاصيل للناس. من أجل فضح الحكومة الخفية العالمية. أسوأ شيء في الحياة إنك تناقش جاهل. مية طافحة من الجهلة. إن والله هم مو عاجبهم فضحي وكشفي للحكومة العالمية الخفية اللي كل يوم ليلا نهارا قاعدة تروج لكذبة اسمها الكورونا. الله العظيم إنك فعلا صحيحة. أنت فعلا صحيحة يا مرا. كبري عقلك يا مرا. هذه حسابات إلكترونية وراها الحكومة العالمية الخفية، هي اللي مسويها الحسابات. ليش؟ عشان يضربوني. أرائي هزتهم وقالوا لازم نضربه تسفيه بأرائي. هذه الفكرة. أصحي. اضطريت أسجل لك الرسالة بصوت غير حقيقي لأني خايف من اللي راح أقوله لك يا فارس. أنا فكرت كثير قبل ما أتواصل معك. اسمح لي أولاً أسجل إعجابي الشديد بشخصيتك وبكل اللي تسويه من أجل فضح الحكومة الخفية العالمية علشان نوعي الناس بمؤامراتها. أما أنا بسبب وقوفي ضدهم دفعت الثمن غالي، خسرت شغلي وحياتي، واليوم يطردوني بكل مكان. كنت أتمنى أني أوفر عليك تعب المشوار، بس أنا خايف يهكرون جوالك ويلقون الوثائق اللي أنا أرسلتها لك. ساعتها راح يعرفون ويكتشفون شخصيتي. عشان كذا الأفضل تحصل على نسخة منها وتشوفها بنفسك. إذا دخلت المطعم توجه للدور الثاني، خليك طبيعي ومرتاح كأنك زبون عادي. أول ما تجلس على الطاولة اللي جنبك راح تشوف رجال لابس نظارة سوداء. الرجال أبو نظارة راح يقوم تروح وتجلس مكانه، وتلقى في باقي الساندويتش اللي كان يأكل منها خس. تشيل الخس اللي بالساندويتش وتلقى تحتها ورقة فيها المكان اللي فيه المستندات والوثائق. المستندات في الحمام في صندوق الزبالة اللي جنب المغسلة. خذي. خير. اقري وثائق يشيب لها الرأس. شيء مو هم معقول. يقول لك العالم كله بعد ما يقتنع بالكذبة اللي اسمها كورونا، الحكومة العالمية الخفية وش تبي تسوي؟ تبي تفرض اللقاح بالتنسيق مع من؟ شركات الأدوية التابعة لمن؟ للحكومة العالمية الخفية. شيء جنوني. أوعدك أني أكون عند ظنك وما راح أكشف التفاصيل للناس. بس طيب في نفس الوقت يعني أنا ما يمكن أسكت وأنا أشوف هالمؤامرة هذه. سلامتك عموما، سلامة أسرتك تهمني، بس فعلا ضروري أخذ خطوة عملية، وأكيد ما في أحد غيرك ممكن يساعدني. إننا محتاجين تأثيرك معنا كفنان ملحن عبقري. لازم تسوي أغنية تحذر الناس من أنهم يسلمون عقولهم للحكومة العالمية الخفية. ما تحس أن السالفة كبرت؟ يا ابن حلال ايش فيك أنت؟ وش اللي كبرت ما كبرت؟ لا يصير قلبك رهيف. خله يندق، خله يتعلم. مسوي لي فيها أنا الملحن الفنان الكبير. 1 2 3 الحكومة العالمية حتى لو كانت خفية مهما قالوا لا تصدق واحذر تصير الضحية. أشغلونا بالكورونا روعونا واحجرونا بالكورونا. بالشريحة لقحونا هي ذي كل القضية. الحكومة العالمية حتى لو كان
مجال ولا تصدق واحذر تصدق.